يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دخل رجلان المسجد والإمام يقرأ التشهد الأخير، فهل ينتظران حتى ينتهي الإمام أم يدخلان معه؟ إذا كان يعلمان أنه يبي يجي ناس يصلون جميع ينتظران، أما إذا كان ما يعلمان أحد يدخلان معه لتحصيل الفضيلة، يدخلان معه لتحصيل الفضيلة، ثم يقومان بعد السلام ويكملان صلاتهم. نعم.